جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس إذا قرأ في الصلاة، في صلاة الصبح مثلا وحده، فإنه لا يقرأ جهرا، فكيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ الجهر مستحب ليس بواجب، فإذا جهر فهو أفضل، وإذا قرأ سرا فهذا جائز، إلا إن كان إماما فإنه يجهر من أجل إسماع المأمومين، يجهر من أجل إسماع المأمومين، هذا أفضل وآكد. نعم.